هيام جلال عندي 28 سنة خريجة أداب قسم لغة عربية وعندي ورشة نجار أنا بدأت في 9/2015 شفت فيديو لمحمد شريكي في الورشة وجوزي يعني هو كان معايا في الكلية فأنا دخلت أبارك له وكده على أن هو عمل ورشة وخرج بره كل حاجة احنا درسناها أصلا جت فكرة أن أنا أشاركه في الورشة مسكت كده مرة الحاجات الأدوات وبدأت أستخدمها فبس من ساعتها ما قدرتش بقى أبعد عن المجال ده يعني الناس استغربت الحواليا كلهم يعني افتكروني بلعب شوية ماشي يلا العبي بس لا بعد كده خلاص بدأت بقى الناس اللي حواليا يشجعوني كنت مبسوطة جدا أول ترابيزة عملتها بنفسي من ألف إلى الياء يعني أصعب حاجة بتقابلني في دلوقتي في شغلي في مجال النجارة الناس مش أي حاجة تانية خصوصا الصنايعية اللي في المجال لأن دول اللي أنا بقابل منهم أحلى طريقة زوجي تقبل الفكرة جدا وشجعني هو فعلا ما بياخدش الموضوع كست وراجل نفسي أدخل كل أنواع الخشب اللي شفتها الناس ما تعرفهاش وابدا اعمل بيها حاجات الناس تشوفها وتعرف قد ايه فعلا الخشب جميل جدا مش بس الحاجات الملونه اللي بنشوفها دي